بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب منذ انقلاب الميليشيا في 21 سبتمبر 2014، تبدو مواقف الأمم المتحدة غير واضحة حيال الوضع الإنساني في البلاد. تقارير كثيرة لمنظمات أممية اتهمت الحكومة إلى جانب الميليشيا بعرقلة العمل الإنساني في البلاد، كان آخرها ما أثره منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، الذي أعرب عن قلقه الشديد من انحسار مساحة العمل الإنساني نتيجة عرقلة وصول المساعدات للمحتاجين. اتهام الأمم المتحدة للحكومة ومساواتها بالميليشيا جعل الحكومة ترد على لسان وزير حقوق الإنسان محمد عسكر، الذي دعا الأمم المتحدة إلى ضرورة مراجعة أدائها في اليمن، كف عن التدليل المستمر للانقلابيين المتلاعبين بالمساعدات الإنسانية، مؤكدا أن الكثير من الأموال التي رصدت لإغاثة الشعب اليمني ذهبت إلى غير مستحقيها. وبعض الدول المهتمة بشؤون حقوق الإنسان في الوزير عسكر شدد على أهمية الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا الأداء يحتاج إلى كثير من التقييم، خاصة لتلك التقارير التي تصدرها وكالات الأمم المتحدة متعلقة برصد وتوثيق حالات انتهاكات حقوق الإنسان، إذ تسجل حالات كثيرة من المقاتلين على أنهم من الضحايا المدنيين. ويرى مراقبون أن الوضع الإنساني في البلاد تفاقم منذ الانقلاب على الدولة، وأن ما يحدث في اليمن سببه رفض الميليشيا تطبيق القرارات الصادرة من مجلس الأمن، الأمر الذي يؤكد عدم جدية الأمم المتحدة في إنهاء معاناة الشعب اليمني.